الواد يا عبد الواحد كره خطره جدا الكره اللي فاتت. شوف بقى بيبقى مفيش انتظام في الدقائق الاخيره من المباراه وفاول اهو، لك الحاجه بيقول يلعب وتروح لنادي الزمالك، الحاجه بيقول يلعب وبعدي لقدام، وعدى لقدام محمد ابراهيم، محمد ابراهيم وعدى محمد ابراهيم، وهوب يا محمد ابراهيم عايز تخش الكره جول ولا ايه يا راجل؟ عايز تخش الكره جول ولا ايه يا راجل؟ وتطول الكره وتطلع بره ورمي التماس لنادي الزمالك. هجمه هنا وهجمه هنا، شوطه كانت حلوه قوي قوي امسكها عبد الواحد، وادي هجمه لمحمد ابراهيم ولسه الكره معاه، لسه الكره مع محمد ابراهيم، بيلعبها لحازم امام، حازم امام هعمل الاوفر ويطلع على طول امير عبد الحميد، لكن ترجع تاني نادي الزمالك يخش يلمها كره ابراهيم صلاح، لكن شوف الحكم مدي فاول، مدي فاول على محمد ابراهيم، مدي فاول على محمد ابراهيم الحكم، والياس اهو بيتكلم بيقول احنا نسمع كلام الحكم، وداخلين اهو ابتدينا نعد الست دقائق، نعد الست دقائق، الحكم على بعد يارده من الكوره، اتلعبت الكوره على طول عند احمد فوزي، وبيبتدي احمد فوزي الهجمه تتقطع منه الكوره وتروح الكوره على طول تاني نادي الزمالك، وبيتحرك لقدام محمد ابراهيم، محمد ابراهيم وعايز يعدي وعدى بيها وعدى بيها وعدى بيها وبيلعبها بالعرض، تروح لابو كونيه بيلم الكوره الياسو بيطلعها، الياسو بيطلعها وترد الكوره لاسامه عزم، ترد الكوره لاسامه عزم معاه الكوره على طول سيسي يرجعها ورا لاحمد شريف قناوي، حرك لقدام وداخل معاه على طول حسن، ترجع الكوره ورا لاحمد شريف قناوي وابتدوا ينقلوا الكوره اهو، ولسه الكوره مع احمد شريف قناوي صاحب مهاره عاليه قوي احمد، ومعاه الكوره تتقطع على طول يخش معاه ويطلع الكوره بره، ادي قدامنا حازم امام لعبت الكوره ورا لدانيال، دانيال يلعب الكوره اماميه ويخش على طول الكوره تطول، لكن تروح لفتح الله بينقل الكوره لنص ملعب نادي المصري، الياسو يطلع الكوره بره رامي التماس لنادي الزمالك، وبنلعب في الدقيقه الثانيه من الوقت بدل الضايع المحتسب بست دقائق، اتلعبت الكرة على طول لشيكابالا، شيكابالا شيكابالا شيكابالا، ويلعب كرة عالية طويلة وعايز يلم الكرة، شيكابالا دخل بيها، دخل بيها شيكابالا، هوبا يا أمير يا أمير يا أمير يا أمير يا أمير يا أمير، ينقذ كرة خطرة جدا 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 يا شيكابالا، شوطة حلوة وصد أحلى، أمير عبد الحميد بينقذ نادي المصري من الكرة بتاعت شيكابالا، تترد الكرة على طول تاني ويطلعها أحمد فوزي، مباراة مش ممكن. ادي اهو ضحايا المباريات على طول اهو، كابرال اقالة كابرال في اجتماع الاتحاد السدري او بيبحثوا الاستقالة حتى الان. لعبت الكرة على طول تاني، ترجع الكرة ورا عند فتح الله ويلعب كرة عالية طويلة احمد جعفر ويروح لها حسن مصطفى، حسن مصطفى وعمل اوفر، شيكابالا بيلعبها لابو كونيه، ابو كونيه لسه ابو كونيه عايز يعدي ابو كونيه، عايز يعدي ابو كونيه ولسه تتكعبل الكوره فيه، ناخدها تاني ورجعها ورا لمحمد ابراهيم وهوبا يطلعها امير اللي عامل ماتش حلو قوي النهارده هو عبد الواحد ازاي، تترد الكوره على طول ويخش ياخدها على طول سي سي، تطلع الكوره بينه وبره قوي ترمي التماس لنادي الزمالك. ثلاث دقائق وقت بدل ضايع المحتسب من ست دقائق، و خارج عبد الله سي سي رامي التماس لنادي الزمالك، اتلعبت الكرة على طول تاني لابراهيم صلاح، بيلعب الكرة على طول ابراهيم صلاح رجعها ورا عند حازم امام، حازم محمد ابراهيم خدوا على الثابته ازاي، ماشي محمد ابراهيم، ماشي محمد ابراهيم وعدى 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 وعدى، هوبا جول 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 عالمي، جول عالمي محمد ابراهيم، محمد ابراهيم الاولى ما نفعتش الثانيه نفعت، الاولى ما نفعتش الثانيه نفعت، يا ولد يا ولد يا ولد يا محمد يا ابراهيم، الله الله الله، جول حلو حلو حلو، جول حلو 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 في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضايع، وحلاوتها اللي شطب سن الجزمة، شطب سن الجزمة جوه الجون جوه الجون، ومباراة رائعة من فرقتين، مباراة رائعة من فرقتين، وادي محمد ابراهيم اهو كان بيصر عليها، الأولانية ما نفعتش الثانية نفعت، شوفوا خدها منين؟ من نص الملعب، ادي واحد والثاني ترقيصة والثالث وهو بسن الجزمة، هو بسن الجزمة، أصعب كورة بتاع سن الجزمة دي، صعبة جدا جدا، شوف بتطلع إزاي؟ ملهاش مكان، ما يقدرش يعمل لها حد، حطها حلوة وحاططها في زاوية كمان، يا ولد يا ولد ده مشروع لاعب
كبير جدا جدا جدا. انت اللي نزلته وانت اللي جبته، عارفين يا حساب وتستاهل كل الخير يا حساب. لكن برضه لازم نحيي فريق نادي المصري العظيم النهارده اللي ادى مباراه رائعه 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 رائعه، ولسه اهو وهجمه النادي المصري وهجمه النادي المصري اسامه عزب وجاي له من ورا تتلعب الكوره وتطلع بره قوي ترمي التماس لنادي الزمالك. رامي التماس لنادي الزمالك. ما تزعلش يا ابو اختار، فرقتك عامله مباراه رائعه النهارده رائعه، بتهاجم من اول دقيقه لاخر دقيقه. لازم نقول الحق، لكن الجول حلو، الجول حلو، ملعوب حلو. رد الكره على طول تاني النادي المصري، وكره خطره ويطلع دفاع نادي الزمالك. ترد الكره تاني لورا وهيشوط اهو، وهيشوط وهيشوطها، لكن يتزحلق على طول ويطلع الكره عبد الشافي. عبد الشافي قبل احمد فوزي ويطلع الكوره بره. يا على المباراه دي، مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن. وانذار لشيكا بلد، انذار لشيكا بلد، الحكم ما بيفوتش حاجه ابدا. انذار لشيكا بلد، انذار لشيكا بلد، والحكم بيقول العب. هنشوف الكره اللي هتتلعب. جماهير في استاد القاهره اغلبها لنادي الزمالك. نشوف الكره طلعت ولا ايه. الحكم بيديها بره، رامي التماس لنادي الزمالك. خلصنا 6 دقائق الوقت بدل الضايع، والوقت برضو لو حصل زياده الحكم بيحسبه. وسام بيكلم لعيبته اهدوا اهدوا اهدوا، وانقلوا من رجل للرجل عشان طبعا يكتسبوا وقت. مباراه رائعه من الفرقتين، فيها روح قتاليه عاليه جدا. لعبت الكره على طول ورايحه ابو كونيه، رايحه ابو كونيه، هوبا هوبا، وبره وبره وبره. يا ولد يا ولد يا امير يا عبد الحميد، احد نجوم المباريات النهارده، احد نجوم المباراه امير عبد الحميد حقيقي، يعني حارس مرمى مميز جدا. ويصفر الحكم اكسل باكي ريتشارد سولر، ويفوز نادي الزمالك على المصري بهدف ليلة شيء احرزه محمد ابراهيم في اخر ثانيه، في اخر ثانيه من المباراه. ويرتفع رصيد نادي الزمالك ل 24 نقطه، ويبقى المصري 16 نقطه. مبروك للزمالك، هارد لك للنادي المصري، مع خالص تحياتي حماده امام.